التحرك من الكامب لازم يكون في مجموعات عبارة عن 4 أو 5 أفراد، ما ينفعش يكون أقل من كده بأي شكل من الأشكال. وصلنا المنطقة نبص على موبايلنا كل شوية، لازم كل شوية تتشكل الموبايل بتاعك. لو في مرة لقيت مفيش شبكة ما تكملش خطوة قدام، ارجع بنفس الطريق اللي انت مشيته، هترجع كل الخطوات دي لحد ما تلاقي شبكة وتقف مكانك تاني وتكلمنا، هنجيلك ونساعدك. حاجة مهمة جدا، ممنوع الخروج تماما بره حدود الكامب بعد المغرب، مفيش تحرك هنا في الليل أبدا، حاجتين هنا ملهمش أمان، الصحراء والكهوف. هقول لكم شويه معلومات عن المنطقه هنا وعن القصير. القصير منطقه معروفه من ايام الفراعنه، الملكه حتشبسوت بدات رحلتها لبلاد بونت من هنا. المكان ده كان معروف ايام الفراعنه بانه ارض التنقيب عن الذهب. يعني احنا لو حفرنا هنا هنلاقي ذهب او هنلاقي اوضه نوح حتشبسوت؟ لا، هتلاقي البوليس. مفيش حفر هنا خالص يا جماعه، دي منطقه اثار. ارجوكم ممنوع اي مغامرات من اي شكل، تمام؟ طيب يعني نقدر نقول يا جماعه ان الخلاصه كده، انت ايدك في ايد زميلك ومعاه كده عشان ما تتوهش، ماشي؟ بالليل واضح ان الصحراء دي فيها عو وكل حاجه، فخلينا جنب النار عشان نبقى شايفين المكان من بعيد ونطمن، عشان احنا معانا استاذ شريف سحر الصحراء. طيب حد عنده اسئله من اي نوع؟ طب معلش والنبي، انا عندي اهم سؤال بالنسبه للاتجاهات الشرق والغرب. الشمس هنا فده الشرق، اكيد ده الغرب، ده الشمال، فده المطعم. يبقى كده يا جماعه، غير ابو عابد معانا رئيس شعبه الكشافه، نحييها كلنا. ومعاكم خالد، هيبقى فيه بالليل ستاند اب كوميديان عند ميدان الخيمه جنب النار الساعه 7. صدقوني هبقى مضحك اكتر من كده. شكرا.